كلنا عارفين وحافظين كيفاش مولانا عذب قوم لوط، ولكن قليل اللي كيعرف كيفاش كانت الليلة اللي سبقت العذاب المرعب والأليم. شنو وقع في ديك الليلة وكيفاش كانت تفاصيل ديك الليلة؟ فبزاف ديال الأمور اللي ما عارفينهاش أغلبيتكم، بقاو باش تسمعوها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليكم، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. وامركم هيا اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دار، ما تبخلش عليا انك تضغط على زر الاعجاب اللي ما تكلفك حتى شي مجهود، خلي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتبدا هذه الليله عند احد الانهار اللي قريبه من مدينه سدوم، لما كانت ابنه نبي الله لوط كتعمر الوعاء ديالها بالماء، حتى غادي يوقفوا عليها واحد ثلاثه ديال الرجال اللي مستحيل انه يكون الجمال ديالهم بحال الجمال تاع البشر. تخلعت ابن لوط عليه السلام من الجمال ديالهم وهو يسولها واحد منهم، يا جاريه واش كاين شي منزل؟ بمعنى طلبوا منها شي دار اللي هما ليها يستضفوهم او لا توريهم شكون اللي يقدر يرحب بهم في دارو. غادي تجاوبهم وتقول بقاو بلاصتكم، ما تحركوش منها وما تدخلوش المدينه حتى نعاود نرجع لعندكم. غادي تمشي بنت سيدنا لوط عليه السلام كتجري لعند باها وهي كلها خوف وكتعيط أبتاه أبتاه، حتى وصلت عنده وقالت ليه بغوك فتيان على باب المدينة عمري ما شفت بحال وجوههم. قال لها لوط لما سمع هذا الخبر هذا يوم عصيب، حيت حس بالخطر اللي كيحيط بهم، فمشى يجري عندهم وهو تيردد هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب. وصل عندهم وشاف وجوههم، عمر شي إنسان شاف بحال دوك الوجوه، منين جيتو وفين غادين؟ سكتوا وما جاوبوش على هاد السؤالين وطلبوا منه باش انهم يضيفهم وصاف. تزير القلب نتاع سيدنا لوط بالهم، حيت هو عارف بلي انه وجود هاد الرجال بهاد الجمال في سادوم هي مخاطره اللي عظيمه، حيت عايش وسط واحد القوم اللي هما فاسدين اخلاقيا. غادي يستحي لوط في انه يرد الطلب ديالهم بلي انه يضيفهم لعنده، ولكن غادي يحذرهم وغادي يوصل لهم واحد الرساله بقوله والله لا اعلم ابدا على وجه الارض اخبث وانجس من هذا البلد. سيدنا لوط حاول باش انه يكرمهم ويحذرهم، حيت الهدف ديالو هو انه ينقذهم ويكرمهم، والكرم من صفات الانبياء، لكن واخا حذرهم ما تجاوبوش معاه وبقاو ساكتين وتجاهلوا الكلام ديالو، وكانهم مصرين على المبيت في هذه المدينه اللي هي خبيثه. غادي يفكر سيدنا لوط عليه السلام في واحد الفكره وقال لهم غادي تمكتوا بواحد البساتين اللي هي قريبه من المدينه حتى تطيح الشمس زعما تغرب ويظلم الحال على المدينه باش ما يشوفوكمش الناس، لما تغرب الشمس غادي ندخلكم لداري. دازت ساعات وجا الليل في المدينه ودخلهم سيدنا لوط للدار ديالو بدون ما انه يشوفهم حتى شي حد من اهل المدينه، غير هما وصلوا للدار ديالو عليه السلام وشافتهم مرتو وغادي تخرج كتسلل زربانه لاهل المدينه باش تقول لهم على الجمال تاع ثلاثه ديال الرجال اللي جاو يجلسوا في الدار عندهم. غادي ينتشر الخبر بحال العافيه في ديك القبيله وجاو تجمعوا الاف الرجال الخبيثين قدام الدار تاع سيدنا لوط كيغوتوا طالبين سيدنا لوط باش انه يخرج دوك الرجال اللي هما رائعين في الجمال لعندهم. سيدنا لوط خاف وتسأل بينه وبين راسه كيفاش عرفوا هؤلاء بوجود هاد الضيوف في داري؟ شكون قالها ليهم يا ترى؟ غادي يدور وغادي يبان ليه بلي انه مرته ما كايناش هنا، وعرف شكون اللي سرب هاد الخبر وضيعوا في المدينه. غادي يخرج سيدنا لوط على القوم وهو عنده امل اخير بلي انه يدوي معاهم بالمنطق بالعقل، لكن اهم من هذا يدوي مع القلوب ديالهم والفطره السليمه ديالهم. خرج لعند القوم وقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. سيدنا لوط غادي يعرض البنات ديالو للزواج وغادي يذكر القوم نتاع ديك القبيله بلي هذه هي الفطره السليمه، الذكر للانثى وليس الذكر للذكر. شويه ويقول لهم اليس منكم رشيد؟ اتقوا الله وهاكو تزوجوا بالعيالات وبعدوا على الرذيله. سيدنا لوط كان تيحاول انه يبعد هاد الناس الخبات ويحمي الضيوف ديالو. القوم تسناو لوط عليه السلام حتى سرى الموعظه ديالو وبداو تيضحكوا قدامه وكيستهزئوا به وكيغوتوا عليه باش انه يخرج لهم الضياف ديالو في اسرع وقت ممكن وينسى المواعيد. سيدنا لوط حزن وما لقاش اللي يدعمو، دخل دارو سد الباب دار القفل وهو تيسمع الغوات ديالهم والدقان على الباب اللي كيضربوه باش يفرعوه وكيغوتوا باش يخرج لهم الضياف باش يديروا بهم الرذيله. حتى لهذا الوقت الضياف كانوا ساكتين ومهدنين وجلسوا بكل وقار وهيبه كانه شيئا لم يكن. سيدنا لوط تعجب من السكات ديالهم وتزاد اليقين ديالو بلي انه هاد الاشخاص ماشي من البشر ومن مراهم سر له عظيم. الباب ما وقفش من الدقان وهو يغوت سيدنا لوط وهو يائس لو ان لي لكم بقوه اوي الى ركن رشيد. فهاد اللحظه غادي يتمنى سيدنا لوط عليه السلام كون كانت عنده شي قوه انه تبعد هاد القوم او لا شي ركن اللي يحمي
منهم نضو الضياف ديال سيدنا لوط ومشاو لعندو وفهموا بلي انه يمشي يستند لشي ركن شديد واللي هو ركن مولانا، وقالوا لي بلي انهم رسل ربه وما غاديش يوصل لهم القوم ابدا حيتاش هما ملائكه الله. فكان ما بين هادو الضيوف جبريل عليه السلام، في لحظه تهرس الباب من قبل القوم ودخلوا متوجهين لعند هاد الضيوف. سيدنا جبريل غادي يشير بيديه إشارة اللي كانت كافية باش أن القوم كله يفقد البصر ديالو في لمحة بصر، وبدأوا كيتخبطوا كيف الشيطان فاش كيتخبط وبدأوا كيخرجوا من الدار. الملائكة أمرت سيدنا لوط أمر عاجل باش أنه ياخد الأهل ديالو من المدينة الملعونة ويخرجهم، حيت غادي يسمعوا أصوات كتفزع القلوب وكتزلزل الجبال، ولكن حتى شي حد ما يدور من موراه باش ما يتصابش بداكشي اللي غادي يتصاب به قوم لوط. غيكون عذاب مرعب ويقدر يتأذى منه الشخص اللي مجرد ما انه شاف فيه. سيدنا جبريل غادي امر سيدنا لوط باش انه ما يديش معاه مرته حيتاش كانت من الكافرين. سولهم سيدنا لوط ايقع العذاب الان؟ موعدهم الصبح. غادي يخرج سيدنا لوط مع بناته بالليل، واقترب الصباح وكان لوط بعد هو والاهل ديالو، وهنا جاء امر الله. رجع سيدنا جبريل على الهيئه ديالو الحقيقيه اللي هي 600 جناح، وغادي يقتلعهم بطرف جناح من الجذور ديالهم، وكانوا 7 ديال المدن. غادي يصعد بهاد 7 ديال المدن حتى السماء مع ارتفاع لا يعلمه الا الله وحده، حتى سمعات الملائكه نباح ديال الكلاب ديالهم وصوت الديك ديالهم، ويقلبهم راسا على عقب. واثناء السقوط ديالهم كانت السماء تمطر عليهم بحجاره من جحيم، وكانت وحده من مورا وحده اخرى حتى غادي تدفنوا من تحت الارض للابد. وهنا غادي ينتهي قوم لوط نهائيا، وغادي يبعث مولانا السحاب باش انه طيح الشتا وتطهر الارض من الرجس ديالهم للابد، وتغسل الارض من الفساد اللي كانت يوقع بها، وغادي تمحى القوم للابد اللي هو قوم لوط. سيدنا لوط كان يسمع الاصوات اللي كانت مرعبه، ولكن عمره ما قدر يدور باش ما يعرفش، وكان انا ذاك تذكر امر ربي باش ما يدورش. وهذه هي كانت قصة قوم لوط والعذاب الذي حل بهم بسبب الرذيلة اللي كانوا نشروها آنذاك في أرض الله. سلام سلام.